مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة. صادفني موضوع السمان الأبيض، السمان الأبيض الياباني، ويقال أنه السمان القطب الشمالي المتجمد، زي ما تشاهدون عندنا هنا سمان أبيض وسمان ياباني مخطط. حقيقة احترت، وقال له ياباني أو سمان قطب الشمالي. طبعا نزلت قدام كذا موضوع عن السمان الياباني، أضع لكم الرابط تحت الفيديو لمتابعة معلومات السمان الياباني. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.